اسمها رافضية وافتخر. أنا والله العظيم يا إخوانا أنا ما أذم في هذه البنت، يعني ما أقول متمتعة، ما أقول مثلا إنها والعياذ بالله فيها كده وكده، لأن بصراحة أنا ما شفت عليها. وحكيت للإخوة، قلت لهم يا إخوانا أنا حصل موقف من رافضية وافتخر أمامي. بصراحة البنت دي كبرت في نظري أيام لما عرضنا فضيحة أدهم المصري، دخلت هزات أدهم المصري وقالت له يا أدهم أنت يعني خليت النواصب، هم بيسمون النواصب يعني، خليت النواصب وخليت الوهابية إن هم ياخدوا علينا مأخذ ويا و و و و فهي دفعت يعني، هي لو متمتعة والعياذ بالله، ولو هي مش كويسة والعياذ بالله، ما كانت دفعت يعني عن الرافضة ضد أدهم. يعني الإنسان الوحش ودت الزانية لو أن كل النساء زواني، يعني الزانية عايزة كل النساء زواني عشان يبقوا زي بعض، لو هي وحشة عايزة الدنيا كلها تبقى وحشة عشان يبقى زي بعض، تمام. فبصراحة هي عملت موقف كويس. الشريط اللي اتذاع امبارح في غرفة مصر والشيعة والنهارده ان شاء الله بنعيده، لانه شريط بصراحة الاخوة قالوا لا لازم يتذاع في اكبر غرفة، على اساس ان الفضيحة فضيحة جامدة جدا جدا جدا. يعني بصراحة البنت فضحت الدنيا، وفضحت اسماء غرف، وفضحت اسماء ادمينية، وفضحت اسماء بنات والعياذ بالله، يعني يعني فضايح بصراحة بالكوم. يعني هي كانت غضبانة فطلعت اللي عندها، خربتها بالمعنى كده، خربتها بوظتها، خلت الدنيا طين عند الرافضة. لدرجة كمان ان الرافضة دلوقتي بيدخلوا علينا باسماء سنية والله العظيم، وبيتحيلوا علينا في الخاص، بيتحايلوا علينا في الخاص ان احنا منزع الشرايط دي تاني. واللي يدخل يقول لك دي متزوجة وحرام تفضحوها، واللي يدخل الثانية يقول لك لا انت ده نوع من انواع التجسس، لا مش عارف ايه، لا ايه. يا اخوانا يا اخوانا، يعني اللي هم بيعملوه في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شوية يقول لك انت مش عارف سنة عمر بن الخطاب في التجسس، او مش عارف ايه الحكاية والرواية، وهم اللي بيعملوه في اهلنا في العراق، بيعملوه فينا كل يوم، كل يوم سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كل طعن في امهات المؤمنين. نحن نحرمهم والله العظيم لو يقفوا على شنبتهم، اقسم بالله لو وقفوا على شنبتهم، والله الذي لا اله الا هو، لو انا ارى واحد بيسب صحابه النبي صلى الله عليه وسلم قدامي، اقسم بالله الذي لا اله الا هو، اجيب اوسخ جاز واولع فيه، اولع فيه والله العظيم اولع فيه. ولكن نعمل ايه، التقيه بقى شغاله شغلها في مصر، فالله المستعان. فاللي انتوا هتسمعوه ده يا اخوانا نتاج مجهود اخوه، فجزاهم الله خير، اخونا هاني والاخوه بتوع فريق الهاكر بتاع غرفه مصر والشيعه، هيسمونا بقى مخابرات، هيسمونا امن الدوله، هيقول لك اسد السنه مش عارف ايه، هيقول لك مزلزل الارانب مش عارف ايه، كل ده والله ولا يسوى اي شيء، والله العظيم ولا يسوى نعل حذاء اي سني حتى. اما الرافض المراجعات ده فابشروا يا اخوه، فابشروا المراجعات لقصه جميله كده ان شاء الله بتخلص باذن الله تعالى. فابشروا، اللي بيقول لك هفضح ام المؤمنين، بص الكلب بيقول هفضح ام المؤمنين، يعني هو يعترف ان هي ام المؤمنين وهو هيفضحها الكلب. يعني شوفوا سبحان الله وصلت بيهم الحال ازاي، وصل بيهم الحال ازاي. لو اقول لك ايه، ان الغرف الرافضه دلوقتي بطلت سب الصحابه، بطلت سب الصحابه، انا عندي شريط يا شويه كلاب وانتم بتتفقوا، عندي شريط والله الذي لا اله الا هو، عندي شريط وهم بيتفقوا ان هم يسبوا الصحابه في الخفاء. ان هم يسبوا صحابه النبي صلى الله عليه وسلم في الخفاء، يعني يسبوا ما بينهم وما بين بعضهم مش على العام، عشان يكذبوا اهل السنه والجماعه. عشان ايه؟ قال احنا طيبين ما بنسب، لكن كل حاجه في وقته، كل حاجه في وقتها، كل حاجه في وقتها. فجزاكم الله خيرا، وانا هنقعد ان شاء الله مستمع. لا والافضل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، عشان تعرفوا ان ده تأييد من الله عز وجل. امبارح غرف الرافضه قالت ان غرفه مصر والشيعه عامله مسرحيه. امبارح غرف الرافضه واحنا بنعلن بنحط الشريط ده، قالوا ان غرفه مصر والشيعه عامله مسرحيه، واذا بسمر نفسها، اذا بسمر نفسها تدخل وتؤكد صحه الشريط. سمر نفسها امبارح اللي هي رافضيه وافتخر تدخل تاكد ان الشريط صحيح، ان الشريط صحيح. لا بس هي بتقول حرام عشان الكذب خيبه، بتقول لك ايه ده في تكمله بقيه الشريط واحنا اتصالحنا مع بعض ما حطيتهاش ليه. قلت لها والله لو عندك التكمله
تعالي المايك موجود وكملي انت الشريط ومش همنعك من تكمله الشريط. فطبعا كل حاجه بوقتها، واخونا مزلزل جزاه الله خيرا بعتنا له الرابط وهو بقى يتولى يعني فتح هؤلاء الشرذمه. وعلى بركه الله اخونا الصارم اخونا مزلزل، واضرب ولا كرامه، اضرب ولا كرامه. وهنشوف بقى مصارين البطن ازاي بتتعارك، ومصارين البطن يعني سبحان الله الغريب ان هي تقول لك ان اخويا هو اللي كان بيعمل كده، فالله المستعان اخوها يقول لها يا عاهره، فحاجه طبعا يعني ما يتسكت عليها فعلا. الله المستعان. اتفضل عمنا مزلزل وجزاك الله خير. السلام عليكم. على سيرة مصارين البطن دي، أخونا أسد السنة نبهني الحاجة بصراحة، فكرة جميلة يعني. كنت بكلمه في الخاص من قليل من رتب يعني التحرك بتاعنا، فحصرت زي ما كل بني آدم يعني عايز يروح غرفة التحاليل. ف الا يا اخوانا قلت له سلام والكلام ده، ورايح على غرفه التحاليل ومش عارف مين. قال لي يا حما الناس بطلت تقول الكلام ده في 2009. قلت له امال بتقول ايه؟ قال دلوقتي الغرفه دي اسمها الحوزه، رايح الحمام بدل ما تقول انا رايح الحمام قول انا رايح الحوزه. فيا ريت يا اخوانا علموها لاولادكم الصغيرين، وعلموها يا اخوانا انتوا غيروها على لسانكم مره اتنين تلاته، هتلاقي نفسكم يا اخوانا بتقولوها، فهيستقر في عقول الجيل الناشئ ان الحوزه دي ما تفرقش عن الحمام، الا ان الحمام انضف لان ما فيهوش واحد وسخ، دي فيها يا اخوانا تجمع من القاذورات، فتوكلوا على الله يا اخوانا. اما شوفوا اخوانا، في شوفوا ادي واحد كتب الكلمه دي مزلزل، انا اوصل اسمه يزيد شرطة 33، مزلزل انا اوصل الامر للشيخ عثمان الخميس شخصيا لانه تسيء الى الاسلام، عليك من الله ما تستحق. طب وصلها له ان شاء الله، انا هزور الشيخ عثمان الخميس في الكويت بعد 3 اسابيع ان شاء الله. ان شاء الله وصلها له، بس ما تنساش تقول له ان ده رد على اللي سب عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيك يا جلاد الروافض، عامل ايه؟ يا ريت تنزل يا رب العش اللي فوق راسك وتشوف البيضة بتاعت الحمامة فقست ولا لسه. فالآن وما أدراك ما الآن. الكل مدعو للحضور من كافة غرف الشيعة. اوعوا تطردوا أي شيعي موجود في الغرفة. يا هلا يا أهلا وسهلا، حضرت أهلا ونزلت سهلا، وإن ما شلتكش الأرض يا ابن رفضة يا شيعي نشيلك فوق راسنا. إلا الشيعي السباب لو عمل شيء في غرفة أنصار آل محمد بنص، لأن في بره مئات عايزين يدخلوا. لو شيعي سباب دخل غرفة أنصار آل محمد وصدر منه شيء، يعني مثلا أدي دخل الغرفة مين؟ ثانية واحدة، رضوان أندرسكور 7. يا رضوان سمعني، اكتب لي 7 يا رضوان، والله ما هدي لك المايك، اطمن اصل انا عارفهم. اول ما اقول له اكتب 7 مباشره زوم على طول يجري، والله اطمن ما هدي لك المايك، اطمن خد نفسك. سمعني يا رضوان، اهلا بيك يا رضوان، نورت غرفه انصار ال محمد يا رضوان. يعني يا رضوان ده دخلتك علينا يا رضوان، يعني بصراحه حاجه كده بصراحه، يعني انا حاسس ان انا عايز انتحر من شدة الفرح. اسمع معانا فضايحكم الآن يا إخوان، هنبدأ. لكن السؤال، ليه الليلة اسمها مصارين البطن بتتعارك؟ رفضية وأفتخر اللي هسمعها لكم الآن في التسجيل اللي قال عليه أخونا أسد السنة لما دخلت غرفة يا حسين واتكلمت على مع أدهم المصري بشدة. اتثبت واحد قال لها يا عاهرة في غرفة العامة، غرفة نور الولاية نور الولاعة، واحد قال لها يا عاهرة. فهي بعد ما ذاعوا الاخوة التسجيل امبارح راحت قامت داخلة الغرفة وقالت في نفس اليوم اللي اتشتمت فيه الكلمة دي،
صاحبة الصوم والعفاف تدخل تقول أصله أخويا وأنا مسامحة وابن مذهبي ومصارين البطن بتتعارك وعفى الله عما سبب. فإحنا قلنا نعمل إيه؟ نسمي البرنامج مصارين البطن بتتعارك. هي دي رافضية وأفتخر في التسجيل اللي قال عليه أخونا أسد السنة وبعدها نبدأ مباشرة. سبحانك يا الله. يلا طيب F16 اتفضل معاك المايك. ونعمة F16. يا سلام على F16.